كانت بتاريخ 20/10/2017 ردة فعلنا كلنا وقفنا وصرنا نبكي. معقولة رقة صاير بيها هالدمار؟ فترة إنشاء وتشكيل وتأسيس. مرحبا حجي. إيش قد مدة الإنجاز؟ صار 6 أيام. يعني بلد مدمر، ناس طار عن الحرب وفي ضائقة مالية وكذا. هي على تمثيل المكونات كرد عرب تركمان أرمن أسيري. لهاي الدرجة من الارتباط الوثيق. توازي يأس وإحباط مع دفش. أهم شيء إنه نحنا تحررنا، يعني خلصنا من شيء من الكابوس اللي اسمه داعش. عن جد يعني نقدر نحنا.